خل اقول لكم قصة اول ما بديت العب حديد. هذا كلام سنة 2003 تمام. كنت في المدرسة انا الحين كنت العب فنون قتالية في نفس النادي اللي فيه التمرين في نادي حديد. مهم كنت خل ادش. طبعا انا احب لعبة كمال اجسام من زمان يعني اتابعهم. فقلت خل ادش اشوف شنو الوضع، هل صرت مرن او لا. فكلمت المدرب سلام عليك عليكم السلام اخي انا العب فوق في القتالية ودي العب حديد. قال انت جاهز؟ شلون جاهز يعني؟ قال لما تلعب رياضة تقدر تلعب على طول حديد. على طول حديد والعب اوزان اي عادي. والله العظيم دخلني تمرين اوزان من اول يوم في حياتي. قمت اليوم الثاني متشنج مو قادر احرك ولا عضلة، قاعد اقول حسبي الله عليك سويت فيني. بس منها خلاص تعلقت في اللعبة. بس تمينا نلعب يعني. طبعا قطيع مو دائما كنت العب يعني العب بس يعني 21 سنة الحين 21 سنة نلعب حديد من زمان والله عضل قديم. على ايام نحن يوم بدينا ما في اسمه بوش بول ليك ابر لور فول بادي شل فناتك دي. جدول معروف صدر باي ظهر تراي اكتاف وارجل شكرا انتهينا. وطبعا التأليف ذاك الوقت يعني البروتين بالنسبة لنا ستيرويد يعني ياخذ بروتين هذا مو طبيعي. تاخذ بروتين انت؟ لا لا اخوي انت ستيرويد انت. طبعا ما اعرف ايش ستيرويد اصلا بس يعني ياخذ بروتين ذاك الوقت هذا اجرام حق البشرية. كيف تاخذ بروتين اخوي؟ اوه بتعضل. الله مساكين كنا اي شيء يمشي علينا اي كلمه يقصون علينا. محظوظين عيال هالجيل الله العظيم محظوظين بهالعلم معلومات. احنا ايامنا اي كلام. حجم تمريني والله يعني لازم اسوي لي لود شد خربطت. تعرف لو انت قبل هيك تقول هالكلام ايام قبل شو يقولون؟ يقولون هذا راح تطلق بيطلعونك من المله. انت خارج عن المله. نحن هذا ما الفينا عليها ابانا. شنو ديلود؟ شنو اصلا ما حدا يعرف اسمه ديلود قبل. ديلود اكرف العذره ليوم القيامه. ديلود عرفت الحين؟ ديلود احتاج ديلود. تعبت يا الضعف ها؟ ديلود وشنو؟ حجم التمرين المفروض ما تتعدى كم جوله في الاسبوع؟ الان والله كنا والله العظيم ياتنا ايام يمكن قاعد تمرر 50 ولا 60 جوله في الاسبوع. دلعين هالجيل قسم بالله. قبل نلعب 50 60 جوله في الاسبوع. الحين كابتن يعني المفروض بالعلم يقول الساينس والدراسات الابحاث تقول ما بين 10 الى 20 جوله. ادلف ادلف والله تعبك. اليوم واحد يقول لي هالكلام اصفقه كف. اقول له استرجل العب العب كل عضله 60,000 جوله ولا تتكلم ولا حرف. يلا ويجي لك واحد تعرف اقوى واحد في الجيم من يكون اللي لابس الفانيله والبنطلون المخططين ابيض واسود عرفتهم ابيض واسود كنا مال سجن. هذه لا تصوبه هذه اقوى واحد في النادي قسم بالله. هاي سطر الاول التالي هاي نوقف من بعيد طالعه بس هو يلعب. شوفه شوفه شوفه. الصج الرابع اللي لحق على هالوقت الحين 2024 في هالسنوات انت في نعمه. انت لو بادي على ايامنا عبيرات الالفين ايش بتسوي؟ ما في اي معلومات. كل شيء قاعد اسويه هو ما الفينا عليها ابائنا. ما في اي معلومه ما في اي شيء ولا صفر صفر. كنا ندش موقع bodybuilding.com ما اعرف موجود هالموقع الحين او لا bodybuilding.com وناخذ معلوماتنا من هناك. البروتين شنو الكارب ما في شيء بالعربي. انسى شيء بالعربي. الموقع الوحيد في العالم كله bodybuilding.com. لا سناب لا انستغرام ما في شيء اصلا ما في ولا شيء ولا شيء ما في الا هالموقع في الدنيا كلها bodybuilding.com. واللي ما عارف انجليزي ذاك الوقت هارله ضايع في الحسبه. تعرفون الرابع يوم من المدرسه ايش كنا نسوي؟ عندي واحد من الرابع بيتهم قريب من المدرسه. هلا ما راي اي صف ذي كنا وايد صغار يعني. المهم
كان جايب علبتين نيدو، نيدو حليب نيدو العود، حاط فيه داخل اسمنت اوكي، وحاط حطبه في الوسط، فصاير شنو حق البايسبس كيرل، حق البنش بريس، حق الشولدر بريس. قسم بالله كنا نلعب ذي، تخيل على ايامنا المبدأ ما عندنا بيزات يعني ان نشترك فعليا وكل نروح الجيم ما نقدر. فبس ذاك اليوم تمرنت فيه في النادي، عقبها صرت تمرن بالطريقة نسوي اجهزة خاصة فينا. والله كنا مخترعين صراحة، ما قاعدين اعذار ما اقدر اتمرن ما عندي نادي. حبيبي احنا صنعنا نادي في البيت، والله قواطي نيدو، قواطي نيدو وداخل اسمنت، وحطينا حطبة بعد مو بحديد، حطبة وقزرناها. الحين يقولك الدلايع النادي الجهاز الفلاني مو موجود، ما ريايل. والله ريايل كنا نتمرن بأي كلام، والله أي كلام نتمرن، ما قاعد تعذر. تخيل عقب تمرين عقب المدرسة، تخيل تخلص المدرسة كرف من 7 لـ 2 مرة لوحدة، ما ذكرك ما أعرف الساعة كم، تخلص المدرسة وعلى طول بيت رفيج تمرن. ايش فيك؟ ما كنا ضعوف قبل، ما كنا ضعوف، كنا نتمرن رياييلة يا ويد. نعم.